بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا الساعة، مرحبا مليون جميع. هاي غرفة الإنتاج، سويتها من شوي. أنا نزل تشوف. أوكي خلنا، ما أعرف وين ننتجها، بس الله يسر إني ما جبت العيد، إنها كلها ميزاني ما صرفت. صرفت على الغرفة 200,000. أول شيء يا جماعة، أول شيء الاتجاه العفاريت والرياضة. اوكي، تصويب منظور ثالث، بسوي له بحث. هالحلقة شوي ابغى منكم شيء، ابغى ترجعون الحلقة الاولى، باقي عليها 30 لايك توصل 100، لا تردوني يا تشا لا صغر العظيم، لا تردوني يصيروا وصلوا لايكات لين 100، وهذه موجودة عندكم الحين، كل شيء موجود، السلسلة راح تستمر. بحاول اسوي غير كورس الموسيقى هذا، اللي هو لكم سلسلة يوم يكون هاي ماد جيمز، ويوم تكون ان شاء الله ستسكال. انا بحاول اني اسويها وتشوف كيف. فالحين او اصدرت لعبتين، اوكي انا ما فهمت بالضبط انا شو سويت. عقود الانتاج، دخل الفردي، عباريت، مدة متوخية 5 اسابيع، الانتاج 141,000 دولار، 2.5 مليون انتاج. ما اعرف انا شو خبلت صراحة، بالضبط ما اعرف شو خبلت، بس بما ان عندي هاي الانتاج، خلني احط ماكينة ثانية ب 350,000. اقدر؟ ما اقدر، خير شر بجميع الاشكال ما اقدر. بس لحظة اسم الانتاج زين، ما اعرف، بحتاج ستور اظني، ما عندي ستور، لازم بشكل او باخر. انا شو بسوي اخر شيء؟ معجبين زعلانين بعدهم، معجبين مالي ما يرضون، شو ما اسوي ما يرضون. انا اطور محرك جديد، تحسين محور قديم، تمت 4++، 25,000 سعر زين، نضيف عليه موسيقى 16 برت، ودعم التظليل اللي هي الظلال، دعم دقة عالية الجودة بنحطيها في المحرك. بوينت 5 طبعا، هذا الفيرجن مالنا، بنتقل المكتب الجديد بنسوي 3 ان شاء الله، يعني بيكون طبعا هالاثنين وايد يوفرون علي اخطاء في الالعاب. الحين قاعدين يسوون جهد عظيم، قلتوا لي تبون رياضه وكوره، والحين وقت الرياضه والكوره، الحين لازم نعطي رياضه من الاخر. اوكي اللعبه محرك خاص بي، 400,000 على محرك مالي، فيري نايس ريماركبل. لازم نبدأ ننتج ألعاب جديدة، بحيث إن شو نسوي، نقدر ندخل السوق ونقدر نجمع لنا 10 مليون، 20 مليون أو أكثر، لأن المتعجبين مالنا زعلانين صراحة، بصراحة كلهم زعلانين حاليا، ومن حقهم يزعلون، لأن الألعاب مالنا صراحة زي التبن والله صراحة. اللعبة قريب تنتشر، لحظة تنتشر او انه قريب تخلص، نصلح الاخطاء. بس هذا بفتح الرسومات، انا بعدني ما فتحت الرسومات هاي، يمكن المكتب كان غلطة بسيطة. اما الغاء عقدا على غرامة العميل 38,000، لانه ما عندي مستودع اظني، انا محتاج مستودع، اللي كنسلته هني كان مستودع. فخلي شو اسوي، ندمر الغرفة بكبرها زين، ونحط غرفة ثانية. الحين لازم استفيد من المساحة اللي موجودة كامل، عندي استوديو رسمات، استوديو موسيقى عندي، دعم العملاء ما عندي، هذا نحتاج ندعم مشاكل العميل، والله نحتاج الصراحة، يعني الناس تشتري منا ألعاب، يعني تخيلوا شركة انت تشتروا منها لعبة ويا حبيبي ما يردون عليكم، لازم نحنا نسوي لهم هذا الدعم الفنان، هذا الدعم الرائع، ولازم تقاتل الحرقة مخاعد خزاني. أقرأ وأحاول أكلمكم، والمخ طاير، المكتب الرئيسي تقاتل الحرقة، المستودع على الإنتاج، غرفة الخادم، هاي شو اسمها، لحظة
دعم الموظفين، هاي دعم الموظفين مش موجودة، فبنحط مكاتب وبندعم منو؟ هاي دعم موظفين كان ولا دعم منو؟ دعم عملاء. لحظة ما نغرف، دعم العملاء سوري. زين وبنيب فيه موظفين، تعيين موظفين مستوى 40 ممتاز، بوظف 2. هاي بنبدأ حملة جميلة نحن في دعم الناس، ونبدأ حملة للمعجبين. أيها المعجبين بطاقة توقيع. أوه عندي 250 ألف صرفة، لعبة عادلة. مسابقة جمع أكبر عدد نقاط. أوه من يجمع بوينت أتشيفمنت سير فيه سير فيه. عندي 1.9 مليون وما طورت اللعبة الحين. زين الحين نسوي تطوير لعبة جديدة. اللعبة هاي اسمها استور اسم قبتن قبتن ماجد سيبيه قبتن ماجد قبل الريليت تقدر. لحظة يا سخر بطانا لحظة. ونزيل نسميها كابتن ماجد تسدد اهدافا. شوف لو تنجح هاي اللعبة هاي. طبعا ميزات القصوى عنه خلي اسوي حق الشيبان اللي يتابعون برشلونة ربع من برشلوني من مدريدي تحت. انا ما اشجع ولا واحد من الحين اقول لا حد يدخلني في مشاكل. زين لا حد يدخلني في مشاكل. منو قالها؟ ما بعرف اريد ابي رياضة ابي رياضة ما رياضة ابي رياضة. اوه والله اكنسل والله والله مش هذا الله برياضة وعلى يرفج رياضة. ها رياضة لعبت كرة كابتن ماجد بنسوي جفا الوقت هذا. خلنا نسوي تحديث تحديثات اضافة تطور تحديث للعبة هاد نزلها بسوي عليها مستوى جديد واهداف جديدة وبدون حملة عشان تخلص بسرعة من قريب تطلع من السوق. بحاول ان نعشها اللعبة شوي في السوق شوف قام يستانسون. اوه سوينا حملة يو حبيبي سعاد سعادتكم هي رضا غايتنا. والله انا كذابين. انزين ابى اضيف هني بعض الميزات. طريقه لعب المستوى نقاط البحث المطلوبه تحسين اداء العام للرسومات. نحن كان عندنا مشكله في الاصوات تقريبا شوي فبشيء مؤثرات صوتيه حقيقيه. يا حبيبي انا يريد عندي فلوس انا يريد مش ابى انا يريد. انزين الحين تطوير اللعبه هاي قلنا كب كابتن ماجد سدد اهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى. منو اكتبوا لي في الكومنت تحت منو لحق على كابتن ماجد ومنو لحق على كابتن ماجد. بعد للكبار بنسوي عنوان رياضة. والله رياضة والله ما يخص اذا رياضة. زين مكتوب رياضة فوق ولا بالعكس؟ بالعكس مو مشكلة بسوي رياضة بعدني لان طلبتوا انتوا وايد مني لعبة كورة. زين شوف هني الرياضة هني في جنة الرياضة وفي هني رياضة. خلنا نسوي كرة قدم كابتن ماجد. كابتن ماجد يا حبيبي كابتن ماجد كابتن ماجد. زين كرة القدم بتكون لعبة مهارة ونحن عندنا خبرة في المهارة. جالس أمكس شيء ما عندنا خبرة فيه أحاول. زين مع لعبة مهارة بس الشيء الأساسي بيكون أصلا هو عندنا لعبة منو. ركزوا معي ما نبي تراخيص برايكم. زين بتراخيص بعدين لاحقين عليها. جالس أمكس الرياضة مع المهارة مع تسديد الأهداف. بدقون انتوا اليوم على التعليقات أنا أحس بنحطيه مع أكبر شيء ممكن. يا حبيبي إن شاء الله فلوسنا تكفي. زين ATC الأصدار الثالث ألعاب المفاهيم. اللعب لازم يكون عالي يعني لعبة كورة تقدم في نهاية اليوم. لا خلي جرافيكس فول رسومات آخر شيء. لعبة طويلة جوها رقم واحد مرة أمطار وهذا وإلى آخره. لعبة عميقة ذات لازم يكون واحد فاهمين. أقول برشلونة وهاي له حقي لواحد تعبان ما يصير صح ولا لا ولا شو رأيكم أنتو؟ خلنا نسوي 15 زين يابانيين أكيد يلعبون كورة يا حبيبي. وين مش روسي ألمان ما يلعبون كرة والله عيب والله عيب والله ما يصير داير الكلام يزول. إنزين تسجيل حوار نبا موسيقى نبا مشاهد نبا لازم أجسام تعرفين التحكم لازم دعم التخزين تقسيم الشاشة متراثي الأبعاد ذكاء اصطناعي لازم عشان تلعب ضد كمبيوتر يكون قوي فارة مابا حق لعبة كرة قدم شبكة محلية لازم محرقنا
اوكي برايه ما نبضل على الحق هايل كرة قدم في نهاية اليوم صح استوى 1 مليون دولار وهذا بنسوي له الغاء اللي قاعد يسوي نسوي ازالة اخطاء كابتن ماجد قبل لا يبدأ خلى هذا اللي يمسح الاخطاء عندنا يبدأ يمسح الاخطاء مع منو مع كابتن ماجد وهذا تحسين الاصوات بندق على كابتن ماجد خلنا يعطينا انهانسمنت مؤثرة صوتية حقيقية تو اشترينا نحن زين بس بنحط مثرة صوتية حقيقية وبندق عليه ب22,000 صحيح وهني في البحوث الأخرى نحن شو بنسوي اليوم أنا وايد قاعد أبربر على هذا مقدمة سمع لتحسين الأداء العام للرسومات هذا بحث نباع أساس نحن نشغل الجماعة اللي عندنا هني لأن نحن ولا واحد تحسين الأداء العام للرسومات شوفوا ولا واحد عندنا يالس فعليا يسوي شغلات جديدة على اللعبة والمعجبين مالنا قاعد يزيدون الحين شوفوا مسابقة جمع أكبر عدد من النقاط قاعد تشتغل عندنا فحرام إن نحن نضيعها وهاي طلعت على اللعبة 1.6 مليون الصراحة it's amazing 1.6 مليون it is really 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 nice إنزين الحين اللي نحن محتاجين بعض البحوث اللي مفروض تحسن ألعابنا موسيقى سينمائية 95,000 انها كلها مسكره حاليا نحن نبغى مشاهد احترافيه المشاهد الاحترافيه كانت هني صح مشاهد احترافيه 3 نجوم تعطي اللعبه بنات حق دي جي ويل بلايد لان دي جي ويل بلايد عباره عن لعبه راح تصدر في السوق قريبا طبعا نحن الحين بنبدا نحتاج شوي الى مكان جديد ان شاء الله ان شاء الله يعني في الحلقات القادمة لابد ننتقل لمكتب جديد وما انتم عايبة انكم اللعب وتبونها سلسلة طويلة شكلكم احذروا ماذا اكيد ما بردكم اذا هي سلسلة كم متابعين عندنا كم عندي متابعين يا لبى متابعيني والله الصراحة رقم 1 احلى متابعين في الدنيا بحوث اخرى الحين ما نبه البحوث نحن بنضيف ميزات بالهبل فبنحط ايه انت لا تملك المال الكافي اني اكره هذه الكلمة زي 29 خلنا ندعم نحن الكنترولر جنريشن 2 500,000 اذا اعتمدت وايد على لعبة اخاف تنكبني لان عندي 400,000 فبحاول اصرف مش اكثر من 300,000 فشو بسوي بدعم منه بدعم الشيبسيت لا هذا بروسيسور اظن نشتغل عليه فبنحتاجه انت تذكرون من اللعبه ما فيها اوبشنات 4 مواصفات وصلنا نحن ونحن ننزل لعبه نضيف عليها 3,000 شيء يعني انا عندي مكاتب الحين مكتب مكتبين 3-4 يشتغلون بس لعيون اللعبه ولا لعبتين شغلتهم بس يحسنون دي جي ويل بلاي راحت نبى كابتن ماجد نبى موسيقى اضافيه بالفعل انتهيت انزين ولا نحط موسيقى اضافية على كابتن ماجد لنا قريب او ما عندي فلوس بتكرهوني كم عندي اختراض لازم اشارك كشك صغير اختار لعبة جي جي ويل بلايد 3 لازم اسوي لها دعاية ان شاء الله في المستقبل كم عندي 7,000 معجب يا حبيبي مستانسين يا هلا بوي هلا انزين تحسين الاصوات مؤثرات صوتية حقيقية بنضيف على صديقنا جي جي ويل بلايد وبعدين بنبدأ نشتغل على كابتن ماجد بما أننا 400,000 تو ماخذين قرض طبعا وهذا القرض إن شاء الله يعني راح يدخل اللي عليه وزيادة بس هذا مشكلة بيتأخر شوي في السوق لأن هذا يلحق يشيل كل الأخطاء لأنه هو بروحه قاعد يشتغل على لعبة كاملة ترى على فكرة وموضوع مش هين شوفوا نحن الكوست الشهري مالنا واصل 200,000 يعني الحين قبل شوي 200,000 طاروا على كوست اضافي فقط على رواتب موظفين الوظائف انتهت انزين ابا واحد من هني اشتغل هني ما يستوي قاعد في المكتب انا باك اشتغل في المكتب اوكي هني اصلا 2 اوكي انا مسوي السمارت مانجمنت بروحهم يروحون يشتغلون مكان ثاني انا شو دقيت حد اشترى مني شيء حد استوى شيء شو ليش انا دقيت صح يا اخي شو الغباء هذا شو الغباء يا حبيبي قاتل مأجور تجسس خلني اسوي دبل دبل 007 بعدين ما اعرف احبهم يكدون ما احبهم الجلسه الفاضيه هاي ما تعجبني
أبقى لحظة للأبد. الدورة التدريبية فلنعطي موظفينا مكسرات للجميع، خل نعطيهم جرافيكس للمبتدئين. ولا أقولكم نحن أرجع سوينا 3 من 3 3 من 3، 2 من 3 الأصوات والموسيقى. الحين محتاجين حق الجماعة اللي يسوون موسيقى عندنا، ونسوي تحسين الرسومات بالفعل. انتهيت انتهيت انتهيت. الحين نشتغل على كابتن ماجد. كابتن ماجد تحسين عام للرسومات، بنعطيه تحسين عام بيكلفنا شوي فلوس، لكن انا معتمد على اللعبة اللي الحين طالعة في السوق. ان شاء الله هاي جيج والبليد بتكون بإذن الله لعبة تضرب السوق ضرب مش طبيعي. خل هذا يصلح الاخطاء. لحظة، الغاء إزالة الأخطاء. كابتن ماجد جي والبليد خلهم يخلصون بسرعة، نبغاهم يخلصون الأخطاء هاي بسرعة. لو يجينا راتب واحد غير ما ينسمه عندنا مشكلة، عندنا مجال أظني ناخذ خرض 1,000,000 غير ما هو الذئب في الوسط. مش وقت تفكر الحين يا أبوي، أنت وقت تشلون أخطاء فخر. انزين نحن على سالب 200، بس ما بتعرفون نطلع اللعبة مع إنشاء حملة تسويق ألعاب جي جي والبليد 3. ما عندنا فلوس سوري. انزين نباها لعبة خالية من الأخطاء. إطلاق اللعبة، نعم إطلاق اللعبة. البحث عن ناشر، بما أننا نحن عنا اللعبة والله نسيت من الحلقة الماضية متى آخر مرة مسجل. يا 78% هذه راح تحل مشاكلنا وأزمة الميزانية حاليا، بس خلناهم ياخذون عقد عمل لان احنا نخلص. هاي ابو ثمن اسابيع متبقيه 270,000. يلا خلنا نروح بسرعه خلصوا. معلومه وايد مفيده صراحه، جدا جدا مفيده كانت. تحسن الاصوات، موسيقى اضافيه الى كابتن ماجد 54,000. تحسين الرسومات، ما عندنا تحسين زياده. شوفوا 800,000 على طول يدفع. خلنا نسوي انشاء حمله تسويق للالعاب الى جي جي والبلاي، مجلة العاب عالمية. خلنا نعطيه مجلة على الطاير على الطاير، مرة 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 على الطاير. طبعا انا سويت هني عقد عمل جي جي والبليد، توها طلعت من السوق هالسنة ما جابت ارباح للاسف. المفروض الصراحة كنت اسوي لها اكسبانشن، ما جابت ارباح، ما حد بغاها. المعجبين مالنا مستانسين، عندنا 50,000 معجب. يعني هاي الكمية شوفوا كم قاعدين نبيع من اللعبة. يا جماعة الخير يا جماعة الخير، رسم شخصية بنفشل في العقد يا جماعة 50%، فهذا ما خلصتوا لكم لابد. المهم خلنا ننزل مش تطوير جديد، اسف تحديثات حجم اللغة تطوير مش باج، انا اسف تطور تحديث للعبة جي جي ويل بلاي. تهتم جديد رسومات جديدية والنوم، ونبدأ نشتغل على اللعبة لأن شكلها اللعبة هاي بتضرب في السوق عنا شوي. أفضل رسومات جي جي والبليد 3، أخيرا فزنا في جائزة 1,500 معجب. هذا معناه عندنا ميزات معرق، رسومات معالجة. الحين إن شاء الله طلعت لي 4,000,000 ماينس 10. آه ليش ناس وايد تريوها؟ ظني ناس تريونها من متى يا حبيبي؟ كم اخطاء عندي انا، كم خبصة عندي في لعبة كابتن ماجد. خلنا ببدأ انزل حقه شو هذا، وخلنا نسوي له انشاء حملة تسويق في ملصقات. خلنا ننزل الميزانية شوي عليه اساس ان ينزل باتش يرفع المبيعات شوي. انا احاول اخليها ما تطلع من السوق، لكن بعض الاوقات تطلع من السوق اسرع من اني اقدر اشتغل على اللعبة يا جماعة الخير. انزل خلنا خلص حملة تسويق ألعاب مرة ثانية، مجلة محلية، تحديثات وحزم. سوينا تحديث واحد، نبغى نسوي أنماطلع جديدة، حملات جديدة، أصوات جديدة، وندق عليه صح إن شاء الله ما تطلع اللعبة إلا وإن دخلت لنا 10,000,000 هذه المرة. هذا راح يشتغل مكان ثاني، ترى تقول واحد ناقص، ترى عندي النظام الذكي. زين الحين نحن نبغى نسوي هذا 500,000 عشان نقدر نحط ميزات مرة. ها تب 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 نحشي اللعبة ميزات، ترى الناس تحب الميزات. انت تحب مواصفات عادي، يبيعوا لك تليفون غالي يشترون الناس بغالي وهم مزعلانين. زين احسن الاصوات، حسننا كل شيء نحن في اللعبة والله كابتن ماجد، بس هذا اللي عندنا نقدر نحسنه حاليا. بس رسومات، مشاهد فيديو من اليد، اوكي 25/1
قاموا يتريون يونا بس عشان يتريون كابتن ماجد تطوير محرك جديد تطوير اشو كان نسيت والله تطوير جزء جديد جي جي ويل بلاي 3 ما غير اسمها الى همبل بي. همبل بي يا صديقي يقول لك اني قادم نفس ما هي اللعبة حق نفس الناس بس المحرك عندنا قوي شوية عرفتوا بنختار على نفس المنصات القوية بس لحظة فتحت اي اي بلس انا لا خلنا نفتح اي اي بلس بس اوكي تطوير لعبة لا مش تطوير لعبة تطوير جزء جديد جي جي ويل بلاي 3 شو سميناهم بال دي لعبة قتال من الدرجة الأولى بدون محرك سنضيف لها محرك قوي ونحطيها من نوعية AA الميزات القصوى ارتفعت عنا لفوقلو ان التكاليف عالية خلنا ناخذ منصة تربل اي داد اللي ماسكات السوق هاي ابدا مش سوني بلاي ستيشن ابدا ابدا زين ناخذ سوري نشتري حزمة تطوير جديدة بما ان عندنا فلوس 4.6% بس ما اعرف ليش سيجا هاي احسها احسن ما ادري هالشيء في داخلي يقول لي سيجا هذه افضل نفس الاعدادات اعداداتنا موجودة نحن قوية كلا عندنا نحن اخر شيء واللي هو اقوى شيء تكلفة اللعبة قريبة ل 2 مليون يا الربع يا ربع جريبة الاثنين مليون يا ربع تمريض ذكاء صناعي مفرع عارض رسومات اساسية خلنا نسوي هذا 18 ميزة نحن ياسين نظيف للعبة المشكلة مش هنا المشكلة اللي راح نواجهها نحن الحين ان هذا بيباله وايد وقت عشان تصريح الاخطاء فانا شو بسوي شكلي بأسوي مكان حق أصحح أخطاء زيادة لكن أظني أتصور ما عندي مكان أنا أتصور أنه ما عندي مكان هذه المصيبة مصيبة ثانية ترى أليس حملة تسويق ألعاب بنص مليون حتى جي جي ويل بلاي 3 ليش ما حطيتها بالبي أنا هاي أردي في السوق يلا حسن الأصوات إلى همبل بي مؤثرات صوتية حقيقية بنصرف عليها بنحسن رسوماتها أهم بالبي إلى تحسين الأداء العام للفيديو عندنا مشاهد ليش ما أقدر أطور المشاهد عندنا 1.6 مليون فبدل هذا كله بسوي شو رسومات عالية الدقة بنطورها هذا نقاط وايد عالية في السوق الناس في السوق تبدأ تعرف إن الشركة هاي تطور وايد في اللعبة تتعب على وايد تتعب وايد على اللعبة الحين هذا والله قلبي يقول لي روح مليون شيء بس للحين ما عندي الفلوس الزايدة اللي ممكن اني انا قاعد اغامر فيها 7400 نايس يعني بنوصل جريب 60,000 ووو مو بشوية ترى نجيب البيد 3 اذا طلعت من السوق وانت خلصت والله يبالك تفنيش بسرعة اشتغل 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 500,000 انا صارف عندك بالغلط نشاء حملة التسويق أراني والله أني عادة فنشم كلهم كابتن ماجد الهامبل بي كابتن ماجد الهامبل بي سوري تلفزيون خل 500,000 تروح مو مشكلة عادي تبدأ 500,000 النجاح انزين هذا علي وايد أخطاء الهامبل بي أوه بعض المهام يجب أن تعاد ماينس 3 ليش والله حرام ما يصير ما دخل لي اكثر من 5 مليون وشوية حرام والله حرام 5 مليون وشوية is nothing humble bee ما في شيء نحدث فيه تعال انت الحين كابتن ماجد بيخلص قبل خلصنا خلنا نصير humble bee نحط عليه موسيقى اضافية ب 54,000 واللي هم شوية ترى بس ما بنطلع اللعبة في السوق صبر يبالي موظفين اكثر بس ان شاء الله ان شاء الله النجاح يطغى على جانب الفشل يعني بوايد ان لو هاللعبتين ضربوا في السوق ضربة حلوة
انا راح اكسب وايد مجلة محلية كابتن ماجد، لان الحين بطرق اللعبة من خلص الاخطاء اللي فيها. دائما هناك منارة. اوه 3D glasses. الغيته بالغلط، اسف اخ كتب. رد الفلوس مو مشكلة، اظني ردنا. هاي الحملة والله تطول ها، بس تجيب ناس تجيب ناس تجيب ناس، هذا احسه مشروع ناجح، تجيب لي وايد ناس. شاء حملة تسويق العاب امبل بي مجلة العاب عالمية، حتى والله اسوي انستغرام احسن من هاك. لا اظني اخطاء، امسحوا الاخطاء ايها المغفلون الفاشلون. والله وايد اخطاء اللعب، العب فيها وايد اخطاء، الاخطاء الزايده تقتل الشخص. هاي ما اقدر عليها للاسف. زين لين كابتن ماجد يخلص اخطاء اسوي له، ما عندي حق حمله تسويقيه. ما عليه ان شاء الله، ان شاء الله انا معتمد ان كابتن ماجد تنجح. نجاح كابتن ماجد شيء كبير بالنسبه للشركه هاي، يا نجيب جول يا نجيب العيد. انت شوف والله ما ربحنا ولا شيء، اخس اخس. 1997 دشينا سنة 2000، نحن الحين بندخل العاب متطورة والله، بس ما انتقلنا لشركة ضخمة. يعني الولد بده الواحد ينطلق لشركة ضخمة، تجيب له عوايد تسوي له هذا. الحين مثلا ماينس 500,000، المفروض انا ما حاكي ال 2.5 مليون و 6 مليون و 7 مليون بصراحة. يعني ما اعرف، انا احس ان انا غلط ماشي، بس الموظفين هاي ما يكفون حق الاخطاء ترى، بكل لعبة يبالهم موظفين، يوم ادمجهم يكونوا 4 موظفين. اختراض مو مشكلة، لعبتنا سلفيات. انزين هل ترى اطلاق اللعبة الان؟ البحث عن ناشر مش مهارة. شو اسمها كان؟ رياضة. بس مهارة اللي موجودة شو؟ قتال قتال مهارة أركيد. ما في إلا نسويها حق مهارة. لعبة مهارة هذا قوة الحصة وعلاقتي وياه ممتازة، يعني قوة السوق وأنا ممتازة بعد. يلا يا بوني، بسم الله الرحمن الرحيم. كفو. 71% بداية حملة للمعجبين. لعبة هدية. او سناب بعنا بعنا. تحديثات تحزم اللغة طبعا، تعرفون لازم ننزل تحديث الحين. تو تو اللعبة فرش، خلنا ننزل. ما نبغى هذا، ما نبغى هذا، ما نبغى هذا، بس خلاص هاي ما نبغى. هاي الفول حتى هاي نحتاجه؟ لا ما نحتاجه، محتاجين اللي يزيد الجرافكس بس. زين انشاء حملة تسويق العاب اللعبة اللي ريليست هي هاي. كابتن ماجد يا جماعة، كابتن ماجد مشروع ناجح، شو رأيكم بالموضوع؟ بحوثات أخرى مقدم مرسوم باليد، تحسين جودة الصوت بشكل عام. لحظة صبر، سوري 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 نسيتك أنا، سوري I forgot you. لحظة تحديثات تطوير اللعبة، نبغى نزيد نقاط الجرافكس قدر الإمكان. انا بزيد الجرافكس والله، اللعبه محتاجه جرافكس بس شويه. معجبين والله مستانسين، اهم شيء دام اني قاعد اسوي حمله واكد عليهم امورهم طيبه. تحديث للعبه نفس الشيء. هاي جو، بنزل ابديت ورا ابديت ورا ابديت ورا ابديت، بخليها عايشه عرفتوا. تطوير تحديث للعبه، بعد مستويات جديده بنحطي. يتمون يخلصون هاي على هالحالة، وانا شو اسوي هني؟ فلسات اخرى، نماذج ترقل بين صوت موسيقى سينما موسيقي، ادوات صوتي احترافي، يبغى صوت احترافي. كفو والله، بعدي والله، شوف والله اظني الاستراتيجية هاي قاعد تنفع ترى، اظني الاستراتيجية هاي قاعد تنفع، اني قاعد ازيد اقل شيء في اللعبة، عرفتوا؟ تحسين رسومات،
امبلبي ده صوت احترافي، هذا كله مسوينه تحسين صوت بشكل عام. هي صح تو سوينا ونسيته. او سناب. زين خلينا نسوي دورة تدريبية على الجرافكس. الجرافكس كله خلصناه، ما خلصنا الجرافكس كامل، خلصنا كل الدورات. شو الدورة اللي ما سويناها يعني؟ ليش تم دق مد الموس في بليد؟ ما اعرف، اعطهم دورة. بعد تحديثات حزم اللغة، اللغة مولنا. اي لغم يا حبيبي. انزين خلى نتم خلي اللعبة عايشة. شاء حملة تسويق العاب امبل بي في الدرب، اعطيها حملة راديو. واللي راح يستوي، انا نسيت والله متى بديت الحلقة يا جماعة تصدقون. انزين واللي راح يصير شو بعد؟ بنزل تحديث بعد غير، بس هالمرة التحديث خلنا نسوي طويل. وهذيل بحث ميزات محرك دعم 16 لون 16 بت كلر. والله التحديثات تشوفها شغالة على اللعبة بشكل إيجابي يعني، بالنسبة لي أنا اللي أحسه حاليا. بس هو كله الحين بيعتمد على منو؟ على كابتن ماجد. كم كابتن ماجد ممكن يسوي لهم حركة جديدة؟ الحين بخليهم يسوون حركة جديدة، بسحب اللعبة ثانية. شوفوا التحديث الجديد خلى اللعبة تضرب فوق مرة ثانية إلى العالمية يا جماعة الخير، إلى العالمية. لحظة، أداء صوت احترافي همبل بي. أنتوا تعالوا هني، نبغى شيء جرافيك، مقدمة مرسومة باليد. أو شاتت واحد بس أبغى همبل بي اللي جاية. أقول كابتن ماجد دام إنها تنباع، خلنا نزود عليها اللعبة. الحين بنزل لها مقدمة جديدة، تحديث بعد. يلا خلنا نحدث اللعبة لين مرة تقول أمين. أظن الون تايم يسيب 200 وشي ألف، فإن اللعبة مجرد أنها عايشة أتصور أنها قاعد تجيب لي وايد. نبغى نماذج ثلاثية الأبعاد. الحين نشوف نستحسن رسوماتهم بالبي، مقدمة مرسوم باليد، وهذا بنحط فيها الاثنين. هذا بيشتغل عليهم الحين، هذا بيشتغل على اللعبة هاي. هيستوى عندنا قسم داعم للعبة. الحين بنزل شو كابتن ماجد 2 بس بعد المحرك شو الجديد. بنزل آخر تحديث اللي هو جرافيكس. خلينا نحدث كل شيء يا جماعة، إن شاء الله بيخلصون قبل لا اللعبة تطلع من السوق. بنشتغل على كابتن ماجد الحين الجزء الثاني بعد المحرك الجديد، يعني هذا كله تقريبا الحين كابتن ماجد بيطلع من السوق. عقب شو بيستوي؟ بيستوي عندنا جزء جديد. بس هاي كانت حلقتنا اليوم ترى. أو كفو والله بعدي. الحين ننزل تطوير محرك جديد، تحسين محرك قديم، لأن التطورات الحين بلس بلس عادي ما عندي مشكلة. في دعم الوان 16 مثل باليد، دعم نظارات الواقع الافتراضي ناخذ عليها 20%، لأن المحرك ضخم، محرك جبار هذا يعتبر. عندنا شيء هنا جديد؟ لا ما عندنا شيء جديد. خليه باللون. بنسوي رياضة سباق، سباق شيء رياضي بعد، بس مليون جدا ممتاز. تعرفون شو؟ هاي كانت حلقة اليوم، ما بطولها أكثر. ما تشوف شو بشتري الحلقة الجاية مع كابتن ماجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.